نعم يا كابتن بجد، اضعف حكم جه، اضعف حكم كم استوى ادار هذه القمه اللي كان عنده اخطاء كتيره جدا جدا. هدف لبيراميدز، الهدف الثاني هدف تسلل نتيجه التداخل مع المنافس بالتاثير. ركله جزاء لم تحتسب لمحمد عبد المنعم، ركله جزاء لم تحتسب ل امام. اخطاء زي ما قلت، لعبه طاهر، لعبه الشحات، مفيش قرارات. عندي والله يا كابتن ايمن، انا عندي حالات كتيره جدا مش عارف المها ومش عارفين نشتغل عليها. احنا جبنا ابرز الحالات التحكيميه. لا يا جماعه، لما نجيب حكم، معلش احنا بنجيب حكم من النخبه. كابتن ده حكم في القايمه 24، يعني ده لسه بقاله سنه في القايمه. فين خبراته؟ لم يدير اي مباراه في دوري ابطال، لم يدير اي مباراه في دوري الاوروبي، طلعش خالص. ده ضر حاجه لريال مدريد وبرشلونه؟ نعم، حكم لبرشلونه وريال مدريد. هو ادار كابتن السوبر، نصف السوبر اللي هو سوبر اسبانيا ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. يا ريت تتفرج على دي يا كابتن. المباراه دي يا كابتن شريف اخطاء كانت كارثيه في هذه المباراه، ولكن مرون الراجل دوت، اولا لم يدير اي مباراه جماعه في الدوري الاوروبي او في دوري الابطال خالص، كل برضه كانت موجوده في الدوري الاسباني. لا، الحكم لابد، احنا بنجيب حكام يا كابتن ليه؟ نجيب حكام من النخبه عشان حتى لو احنا عندنا قدره نقدر نعلم حكامنا، نعلمهم. مظبوط، نعلمهم. الراجل ده يبقى يجي مدرسه ثانيه نشوفها، يبقى عنده حاجات جديده. ولكن النهارده بقول ثاني، النادي الاهلي النهارده فاز بمجهوده على الرغم ان الحكم لم يكن موفق في كثير من القرارات.